خلينا نعرف تفاصيل كل ما يتعلق برياضه الكوراش من الاستاذ محمد صبيح. رجع معانا مره تانية استاذ محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. اهلا بحضرتك مره تانية، وخلينا نتعرف اكتر عن تفاصيل الميداليات يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير على الجميع. صباح الخير. احنا رياضه الكوراش رياضه انضمت حديثا للاتحاد المصري للكيك بوكسنج، عمرها في الاتحاد تقريبا سنه ونص. احنا الحمد لله قدرنا ننظم بطوله افريقيا وتاهل منها 7 لاعبين للمشاركه في بطوله العالم الموجوده في اوزبكستان. كان الابطال المشاركين كابتن باسل علاء الدين وكابتن ندى محمد فهمي وكابتن ندى حسب النبي. الحمد لله باسل وندى عملوا يعني ملحمه، وكان حاجه مشرفه جدا. باسل حصل على المركز الثاني وندى حصلت على المركز الثاني. باسل حصل على المركز الثاني وزن 79، وندى محمد فهمي وزن 70، وندى حسب النبي وزن 54 مركز ثاني. دي النتائج باختصار. طب برضو خلينا نعرف من حضرتك يعني اكتر عن رياضه الكوراش، يعني حضرتك قلت ان هي تم اضافتها حديثا. هي لجنه من لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، اقرب لرياضه السامبو اللي موجوده عندنا في الاتحاد، عباره عن يعني اسقاط ارضا، ولكن بالرولز بتاعتها الاسقاط ارضا من اعلى الجسم. الرياضه اصلها اوزبكستاني وانتشرت بشكل كبير في العالم. الرياضه احد الرياضات الميداليه الجميله اللي انتشرت بشكل كبير في العالم، والحمد لله ولادنا المقاتلين المصريين دايما مميزين الحمد لله. طيب لعبه جديده زي ما حضرتك بتقول، ازاي قدرنا ان احنا نتابع هذه اللعبه ويكون عندنا ابطال فيها؟ في فندم في الرياضه في علم التدريب حاجه اسمه الاثر الانتقالي للرياضه. الابطال بيلعبوا رياضات اخرى مشابهه لما الرياضه بدات، وكان الطريقه اللي الاوزبكستانيين بيطوروا بيها اللعبه بداوا ان هم يعملوا مكافئات ماليه كبيره للابطال. لما بدانا ننظم بطوله في مصر وبطوله واثنين، بقى عندهم الاساسيات الفنيه للعبه وقوانين اللعبه، وهم عندهم خبرات كبيره في رياضات اخرى مشابهه. عملنا بطوله افريقيا الحمد لله فازوا بيها، عملنا بطوله دبليو اس بي الحمد لله فازوا بيها، اتنقلوا لبطوله العالم. احنا ما كناش بصراحه عندنا تقييم سابق قبل المشاركه، ولا نعرف المنافسين بشكل جيد. كان في جهد ان احنا يبقى في اطلاع من خلال الانترنت ان احنا نشوف المستويات اللي موجوده. الولاد طبعا اتعمل لهم معسكر تدريبي في المركز الاولمبي. الولاد دول بيلعبوا اكثر رياضه، يعني بيلعبوا معانا جوه الاتحاد رياضه اخرى شبيهه اسمها رياضه الطامبو، بنفس يعني تقريبا بنفس الاساسيات. البطوله نفسها عايز اقول لك برضو فكره ان الجوائز الماليه كبيره اللي معموله جوه البطوله بتشجع لمستوى المنافسه، فكره ان الولاد نفسهم عايزين يثبتوا نفسهم، عايزين يقولوا احنا موجودين. كان توفيق ربنا ربنا معاهم، البطوله كانت جيده، كانت ماتشات رائعه والحمد لله، كانت النتائج اللي شرفتنا اللي كنا يعني كانت اكثر من توقعنا كمان اللي قدروا يقوموا بيها الابطال. طيب استاذ محمد، احنا عندنا باسل علاء الدين فاز بالمركز الثاني والميداليه الفضيه، كمان ندى محمد فاز بالميداليه الفضيه والمركز الثاني، وندى اشرف فاز بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه. يعني لو ممكن حضرتك تعرفنا اكتر على ابطالنا وبطلاتنا، اعمارهم، يعني ادينا تفاصيل اكتر عنهم. ولادنا هو اكبرهم باسل تقريبا 27 سنه، ندى تقريبا 21 سنه، سنهم مناسب جدا. هم قضوا وقت طويل في ممارسه رياضات اخرى، هم اسسهم الرياضيه اسس جيده، رياضه جديده قدروا يثبتوا نفسهم فيها. يمكن يبقى الفرصه بتبقى اصعب في الرياضات اللي هي اكثر انتشارا والمعروفه في العالم، دي كانت فرصه ليهم جيده ان هم يثبتوا نفسهم. طبعا ده يعني هم تعبوا كتير، اتمرنوا كتير، مش يوم وليله، البطل ما بيطلعش يوم وليله، هم اتمرنوا كتير في رياضات اخرى ما كانش ليهم فرصه فيها، وربنا اراد ان يبقى ليهم فرصه هنا في رياضه الكراش، وان شاء الله احنا متنبئين ليهم بنتائج افضل من كده كمان في المستقبل. انا عايز اقول لحضرتك باسل وندى لعبوا ماتشات بجد صعبه، يعني كانت اكبر من توقعاتنا ولعبوا ابطال. ايه اصعب الماتشات طيب؟
نعم. ايه اصعب الماتشات اللي لعبوها، اصعب المباريات اللي لعبوها؟ يعني الندى كانت بتلعب في بطله من لاتفيا، بطله عالميه من لاتفيا في اول مباراه ليها. يعني كنا الندى محمد فهمي كنا بنتخيل ان يعني الماتش فعلا صعب. يعني لو حضرتك شفت البعد الجسم مثلا المواصفات الجسمانيه البطله العالميه اللي هي بطله لاتفيا ديت وهي بتلعبها، مش متوقعين ازاي. يعني فعلا اوقات الانسان بينتصر على نفسه، يعني اوقات الانسان بيبقى اقوى حتى من توقعات اللي حواليه. انتصاره هو في البدايه على نفسه كمقاتل خلاها تقدر تعدي المباراه دي. كل الناس فاكرينها باسل كان بيلعب بطل الهند تميز عليه، فلعب كذا مباراه قويه لما بيفقدوا برضه مبارياته. هو حضرتك لو يعني لو جات فرصه او ان شاء الله يقول لحضرتك استوديو وتشوف المباريات، بدل من هو داخل على البطولات وكانه دي لعبتي انا جاي اكسب مع دي بديل تاني. بجد بطل يشرف. يمكن لا احنا محتاجين نتشرف بالابطال دول معانا في الاستوديو والله يا استاذ محمد. طيب حضرتك قلت ان في مباريات كتيره صعبه وفي تحديات كتيره واللعيبه بيتدربوا كتير، لكن بكل تاكيد الاستعدادات للبطوله بتكون مختلفه. المعسكر كان عامل ازاي والاستعدادات للبطوله كانت عامله ازاي؟ احنا استعدينا على كذا مرحله كرياضه جديده. الاول كان في انتقاء من خلال بطولات جمهوريه في مصر، ثم افضل عناصر ضمناهم لبطوله افريقيا. في بطوله افريقيا في بعض الموازين بتلعب في بطوله اسمها دبليو اس بي اللي هي البطوله التاهيليه في بطوله العالم، لعبوا فيها العناصر ديت ابطالنا المصريين. انضموا لمعسكر مغلق في المركز الاولمبي في المعادي. الاول انضموا في معسكر لرياضه السامبو وشاركوا في بطوله السامبو بطوله العالم. اثنين منهم بس ندى محمد فهمي كانت منهم اللي سافرت في بطوله السامبو، كانش ليها نصيب. ثم رجعوا معسكر مغلق باسل علاء الدين وندى محمد فهمي وندى حسن النبي في وسط زمايلهم مجموعه من مجموعه كبيره تقريبا شهر، واستعدوا بشكل جيد مناسب. برضو لما راحوا بجد كان الامر فوق التوقعات، ان من اول مشاركه دوليه ليهم من اول مشاركه عالميه ليهم يعملوا نتائج دي امر بجد مفاجئ. طبعا احنا بنحيي حضرتك وبنحيي كمان ابطالنا وبطلاتنا باسل علاء الدين وندى محمد وايضا ندى اشرف اللي فازوا بميداليتين فضيتين وايضا ميداليه برونزيه. بنحييهم والف مبروك ليهم، طبعا شرفونا ورفعوا اسم مصر. نشكرك مره ثانيه الاستاذ محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، شكرا لحضرتك يا فندم.